الآن يأتون سياح من أندونيسيا برشا مباشرة إلى الدوري علامة محمد طهير بن ناشور، وعليه عمل التنظيف. لو تشوف الدوري للأولياء والعلماء في أندونيسيا لتكون جميلة ونظيفة. الله يا ليتك ما قلت الملاحظة. لو كان الدوري علامة محمد طهير بن ناشور في أندونيسيا لزار كل يوم مليون مسلمين في أندونيسيا. يلا يا عليش ف أنا المشكلة أنا نشك تو نجيو نحكيو على منظومة التعليم، شكون منا يعرف الجيل الجديد الطاهر بن عاشور اللي هو تونسي؟ لا 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 انستغرام والدنيا، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله صوتك هذين ما يصيرش لو أنتم أزعجنا. لا لا أزعجنا يا سعد، أنا حاجتي بيك تستفزنا، ما يصيرش استفز التوانسة اللي يسمعوا فينا. لو كان ضريح الطاهر بن عاشور في أندونيسيا يزوروه مليون مليون كل يوم. سر تقدم أندونيسيا اعتمدت على كتاب على فكرة الطاهر بن عاشور الإصلاحي حول مقاصد الشريعة، فصلتوا بين الإسلام، لا مجال للإسلام يدخل في السياسة، الإسلام أخلاق ومصلحة عامة. أنا سألني التوانسة صحفيون والإعلاميون، سعد السفير كيفاش ما رأيك أننا الازدهار في تونس؟ الازدهار في تونس موجود في كتاب علامة طهير بن ناشور أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، كتب كل شيء عن التقدم والازدهار، وإن شاء الله سينشر كتاب جديد لخمسين سنة على وفاة علامة أسس التقدم. يعني علامة طاهر بن ناشور تحدث كثيرا عن الابتكار، عن الاجتهاد، عن الازدهار، عن الإصلاح، عن التغيير، وقال في كل مؤلفاته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.